يترقب الليبيون بعد قليل كلمة سيلقيها رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد دبيبة تعليقا على أحداث أوقعت 32 قتيلا وأكثر من 150 جريحا. وبعيدا عن أرقام الجرحى والقتلى، لا جديد في المشهد الليبي. اتهامات متبادلة، تمسك بالمواقف والمناصب، ودعوات حلول سياسية من هذه الجهة أو تلك. حكومة دبيبة ترى الحل في انتخابات طالما أكدت عليها، بينما ترى حكومة باشاغة أنها الأولى بتسلم زمام الأمور في البلاد كونها المنتخبة من قبل البرلمان. وبين تناقض الموقفين اصطفافات عسكرية لهذه الجهة أو تلك، بينما ظل الجيش الليبي على الحياد.